متى تفسخ المرأة الزوج ومتى تخلع؟ تفسخه إذا كان لديها أسباب شرعية للفسخ، فسخ عقد النكاح، أما إذا كانت كارهة ولا عندها سبب شرعي فتخلعه وتفتدي نفسها برد المهر. زين؟ اللي هو الفسخ بعوض والفسخ دون عوض. دون عوض يفسخ القاضي الحاكم، القاضي يفسخ نكاحها للضرر لأنها متضررة، لديها سبب ومثبت بالبينة وبالدليل الشرعي الصحيح، هنا يفسخ القاضي نكاحها لأن في ضرر، والقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، والضرر يجبر ويزال. زين؟ أما إذا لم يكن لديها سبب أو لديها أسباب لكن ما هي مثبتة ولم يقتنع بها القاضي ولم أيضا يقرر الحكمين بأن هذه المرأة تستحق فسخ النكاح دون عوض أو بعوض، فهنا تخلع زوجها وتفسخ نكاحنا بعوض، وهو رد المهر أو نصف المهر أو ربع المهر أو ما يقرر.